اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده في فيديو جديد هنتكلم فيه عن برج السرطان المائي، وهنتكلم عن اهم نصايح وتوقعات وتحذيرات لبرج السرطان لشهر فبراير 2021. كالعاده بليز ما تنسوش تشتركوا في القناه لو اول مره تتابعوني، بليز ما تنسوش كمان تتابعوني على السوشيال ميديا بتاعتي على انستغرام وعلى الفيسبوك. طيب برج السرطان، اولا عايزه اقول لكم انا بحبكم جدا جدا يا برج السرطان، عشان انتوا برج طيب، عشان انتوا برج جدع، علشان انتوا برج قلبكم ابيض. بس حاولوا تقللوا من العصبيه، يعني اول نصيحه الفتره دي ممكن تحصل احداث في العمل بتاعتك، احداث في شغلك تخليك عصبي شويه، فحاول تتحكم في انفعالاتك، تتحكم في عصبيتك، لان معروف عن برج السرطان ان هو لما بيتعصب بيبقى شخصيه انفعاليه جدا، بيبقى شخصيه صعب التحكم في انفعالتها، فحاولوا ان انتوا تقللوا عصبيتكم شويه يا برج السرطان. كمان شايفه السرطان الفتره دي عندك ستريس في الشغل، بس يعني عندك فرصه كويسه، فحاول ان انت تشتغل على قد ما تقدر حتى لو عندك ستريس، يعني حاول تضغط نفسك شويه. دو يور بيست يا برج السرطان، لان بعد التعب وبعد المجهود بتاعك جالك فرص حلوه جدا جدا في حياتك، فبالتالي دو يور بيست ان انت تبين قدراتك، تبين امكانياتك، يعني اتس تايم ان انت تشتغل. يمكن فتره 2020 كانت فتره كبيسه جدا، قولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا، فانت ده وقت ان انت تبدع بقى، ان انت تبين شغلك. جالك فرصة كويسة، بس إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، فاشتغل كويس على نفسك، اشتغل كويس، do your best، ابذل مجهود كويس علشان تجيلك الفرصة اللي لازم تكون مستعد لها وتمسك فيها بإيديك وسنانك. الفترة دي شايفة السرطان مهتم جدا بجسمه أو مهتم بشكله، يعني تلاقيكوا مثلا مهتمين جدا تعملوا نيو لوك عندكوا، بتعملوا ريشيبينج لجسمكوا، ممكن تقرروا تعملوا دايت زي جماعة أنا قررت أعمل دايت وقررت أنا أخس 10 كيلو، يا ريت تشجعوني يا جماعة. هو طبعا 10 كيلو بالنسبة لي دول كده يعني، بس مستنيه تشجيع كلية، ويعني هعمل حاول ان انا اظبط سناني كمان، عشان سناني دي محتاجه مجهود قوي جدا، دكتور السنان اصلا بيشد في شعره مني. طيب فبرج السرطان شايفه ان، يعني انا شايفه ان في تغييرات ايجابيه، في تحديات الشهر ده، في تحديات وفي تشالنج صعبه مش سهله، بس دايما برج السرطان يا جماعه من الابراج الحموله الصبوره، يعني السرطان بيتحمل، بيعرف يشيل، يعني بيعرف يتحمل مسؤوليه. على فكره السرطان من الابراج اللي بتعرف تشيل مسؤوليه كويس جدا، حتى لو مش باين عليها كده، بس هو في الاخر لا شخص حمول بيشيل مسؤوليه، بيعرف يعني بيعرف هيعرف يبهرك دايما برج السرطان. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الصحه. الصحه شايفه الحمد لله تمام، ممكن يكون كان عندكم ازمات صحيه الشهرين اللي فاتوا، بس دلوقتي شايفه ان عندكم الدنيا تمام، في ستابيليتي في صحتكم. ممكن عندكم شويه حوارات او مشاكل عائليه، بس انا شايفاك برضو بتحاول ان انت ايه تنظم نفسك فيها، او بتحاول ان انت تواجهها برج السرطان، ودي حاجه كويسه. يعني شويه مشاكل في العيله، خناقات عائليه كده على المنشي او مع اصحابك، بس شايفاك شاعر بالوحده يا برج السرطان. مش عارفه ليه شايفه السرطان دلوقتي حاسس ان هو وحيد، حتى لو حواليك صحابك، حتى لو حواليك ناس، بس شايف ان انت في الاخر مش بتلاقي الصدر الحنين اللي انت محتاجه اللي بيطبطب عليك، فدي حاجه ممكن تكون الماك نفسيا. يعني برج السرطان من الابراج اللي بتحتاج الحنيه، بتحتاج الحب، فانا شايفه شويه ان انت حاسس ان انت وحيد، ان انت زعلان على وحدتك، ان انت متضايق، يعني انت شويه شايف نفسك وحيد. طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج السرطان والحب. لو هقول نصيحتين لبرج السرطان، اول حاجه بطلوا كسل، يعني حاولوا الفتره دي فتره ان انت تثبت نفسك، وتاني حاجه ان انت حاول تتحكم في اعصابك وعصبيتك لو حصل اي موقف يستفزك. تعالوا نتكلم عن برج السرطان والحب، وبرج السرطان والابراج الحبيبه اللي بيهتم جدا جدا بموضوع ايه الحب. شايفه ان انت قررت ان انت تنهي موضوع عاطفي، او تنهي علاقه، او قررت ان انت في موضوع انت كنت داخل فيه او مبسوط فيه، وقررت فجاه ان I'm not in، انا مش مكمل العلاقه دي، فشايفاك بتحاول تبعد عن حبيب، او بتقررت الانفصال عن حبيب، او قررت ان انت خلاص تمشي في طريقك وتنسى الحبيب ده بسبب الالام النفسيه او المشاكل اللي الشخص ده عملها لك. واضح ان العلاقه دي علاقه complicated، يعني مش علاقه سهله، لان انا شايفاك كل ما بتحاول تتخلص منها بيحصل حاجه ترجعوا لبعض تاني، كل ما تحاول ان انت خلاص تسيب الشخص ده وتبعد عنه تحصل مشاكل ترجع له تاني. فانا شايفاك يعني متضايق من طريقه الشخص ده معاك، متضايق من ان هو شخص صعب، شخص مش سهل معاك، فانت يعني زعلان على نفسك في العلاقه دي، او شايف ان انت تستحق حد افضل منه. طيب برج السرطان، فانا شايفاك هتقرر ان انت تبتعد عن الشخص ده، بس انا شايفه الشخص ده متمسك بيك قوي، لان هو مشاعره بصراحه مشاعر حقيقيه، حتى لو هو بيأذيك نفسيا، حتى لو هو شخص مؤذي، هو واضح
شخص عصبي وشخص حساس وشخص انتقامي كمان، فشايف ان هو متمسك بيك بدرجه مش طبيعيه، ودي حاجه بتخليك تتردد شويه. يعني هو ماسك فيك بايديه واسنانه ويقولك مش هسيبك مهما عملت او مهما قررت تمشي، انا ماسك فيك وعمري ما همشي ولا هخليك تمشي. فالشخص ده تعبك نفسيا علشان هو يعني ايه، كل ما انت تقول خلاص انا هبعد وهمشي ومش عايزه وخلاص واخدت القرار وتاخد القرار بصعوبه، هو بيتشبث فيك بطريقه زي الاطفال كده، كانك انت الام بتاعته اللي بتديله الحنان ومصدر الحنان ومصدر الدعم ليه، فبيمسك فيك بايديه واسنانه زي الاطفال يقول لك لا ما تسيبنيش انا بحبك. هو الشخص ده على فكره بالرغم من عصبيته الا ان هو قلبه ابيض وطيب، بس هو شخص انفعالي جدا، عصبي جدا، متهور، اندفاعي، شخص وكمان هو رومانسي على فكره، بس هو مش يعني هيسيبك بسهوله. يعني الشخص ده هيفضل بقى يلف حواليك، يفضل يراقبك، يفضل يجري وراك، ممكن يعملك مشاكل في شغلك او مشاكل في حياتك. بس انا شايفه في طرف ثالث في العلاقه دي. الطرف الثالث ده من عندك انت يا سرطان، يعني انت ممكن يكون الطرف الثالث ده شغل، ممكن يكون عيله، ممكن يكون سفر، بس انت عندك طرف ثالث في العلاقه دي وانت عايز تركز مع الطرف الثالث ده، سواء ممكن يكون شخص اخر. فانت يعني انت قررت ان انا عندي بريوريتيز ثانيه اكتر من الحبيب ده، وان الشخص ده بيضعفني او بيرجعني لورا او مش عايز اكمل، مع ان هو كل اللي هيحتاجه منك وهيحاول معاك محاولات مميتة ان هو عايز منك فرصة تانية. يعني هيحتاج منك فرصة تانية ان انت تديها له ان هو يعني يبتدي معاك من اول وجديد. انت بقى ممكن تكون تحاول تستفزه الفترة دي، او انا شايفك ممكن تحاول ان انت تغيظه، تحاول، ودي نصيحة بلاش تعمل كده، لانه ممكن يعمل، احنا نضمنش تصرفات الشخص ده، ممكن يعمل رد فعل عنيف جدا وقوي جدا يأذيك فيه. فبالتالي حاول ما تستفزهوش لو انت في بداية علاقة جديدة، او في فعلا طرف ثالث في حياتك انت بدأت تحب شخص تاني او بدأت ترتبط بحد تاني. بلاش تنزل صور كتيرة ان انت مبسوط وفرحان في انفصالك عنه، لان ده ممكن يخليه يندفع ويعمل حاجة قوية تأذيك صحيا او تأذيك نفسيا. او هو، لان انا شايفة ان هو شخص متهور مندفع. مش عارفة ايه الصوت ده، كأنها جرانولا كده. سمعيني يا جماعة الصوت ده، مش فاهمة ايه الصوت اللي عمال ده. نسيب العربية تعدي. قولولي يا جماعة تفرجوا عليها من فين، قولولي القراءة دي متفقة معاك ولا لا. بعدين في فيديو هعمله كمان شوية عن ماي ميك اب ريزمي، يعني الناس كانت بتسألني الحاجات اللي انا بستخدمها هوريكوا دلوقتي، لان خرابي احب الميك اب قوي، او اللي هو السكين كير يعني. لا ده الموضوع كبير بقى. طيب حاجة تانية، برج السرطان شايف ان ممكن يكون عندك قصة حب جديدة هتبتدي، او قصة حب، او شخص جديد ممكن تبدأ تفكر فيه وتقرب منه الفترة الجاية. كل بطلبه منك ان انت تبطل تستفز الشخص القديم، لان هو بيحبك حب جنوني، بيغير عليك جدا جدا، هو شخص غيور غيرة قاتلة. يعني لا، الغيرة بتاعته ممكن تخليه ينفعل، ممكن تخليه يعمل تصرفات مجنونة، هو شخص هجومي على فكرة. فبلاش تستفز غيرته، لان احنا ما نضمنش ردود افعاله. عندك يعني حاول تشتغل شويه، لان شايف عندك دروب شويه ماديا، يعني ممكن يكون عندك مشاكل ماديه، الدنيا مش ماشيه معاك كويس في الشغل او في الفلوس. فحاول ان انت تبذل مجهود اكتر، حاول تفكر في افكار جديده، تبقى عندك ابتكار، عندك يعني حاول ان انت تطلع بره الصندوق يا برج السرطان. قولوا لي يا جماعه انتوا بتتفرجوا عليا من فين، انتوا برج ايه، والناس تصنت على سرطان قولوا لي انتوا برج ايه. طيب مين الطاقات الموجودة حوالين برج السرطان في الحب؟ أول حاجة شايفة أسد بقوة، شايفة الثور بقوة، شايفة الجدي بقوة، شايفة عذراء، شايفة كمان عندك سرطان زيك، عندك دي الأبراج الموجودة، بس أسد وثور عذراء سرطان حمل كمان، شايفة حمل. قولولي يا برج السرطان، هل فعلا انت بتحاول تتخلص من علاقه والشخص ده مش راضي يسيبك متمسك بيك ولا لا؟ قولولي بتتفرج عليا من فين، قولولي ايه اكتر حاجه شغله تفكيركم، هل فعلا انتوا مش بتفكروا في اي حاجه اكتر من الشغل الفتره دي ولا لا؟ وثانك يو كل الناس اللي كاتبين لي في اللايف ان انا ماي ميك اب از تو. الروج بتاعي ده يا جماعه، استنى هوريه لكم، مش لاقياه، هو ده، بس انا مش عارفه ده ايه، ده اي ثينك مش فاكره، بورجوا اي ثينك، هوريه لكم عشان عمالين تقولوا لي هو ده لونه، بس انا حاطه نقطه ووزعتها هنا عشان مش بحبه تقيل، هو اصلا لونج لاستنج، يعني انا عملت كده مش هيطلع في ايدي، هو لونج لاستنج يعني. لا بقى، ده انتوا لو هنتكلم بقى على الميك اب وعلى الدنيا، فرصتي يا جماعه، ده انا سيب الابراج واتكلم، انا عاشقها لاي حاجه ليها علاقه بالجمال. شكرا، بحبكم، بليز تابعوني على السوشيال ميديا، وباي باي.